رجل متزوج بزوجتين، الأولى عنده والأخرى عند أهلها، هل يلزم أن يضحي أضحيتين؟ لا، الراجل يضحي أضحية واحدة. وعلى فكرة لما بنقول يضحي أضحية واحدة، افرض راجل عايز يضحي بعجل، ما يضحي، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عايز يجيب 3 خرفان 4 خرفان اللي هو عايزه. فالنبي عليه السلام ضحى بكبشين أقرنين. فلما جاء الهدي في الحج، الهدي في الحج ده تعمله بغنمة. طب وبقرة؟ ينفع بقر. طب وجمل كبير كده؟ ينفع. النبي هدى كام بقى؟ 100 من الإبل، ساق 36 من المدينة، وأرسل عليا فأتى له 64 من اليمن، 100 من الإبل. وافعلوا الخير دي مفتوح، لكن احنا بنتكلم على أدنى حاجة اللي هي تقوم بها السنية أو يتقوم بها النذر أو كذا.